طوبى لمن وفق للهداية وأبصر النجاة والغواية، من عيشه يقنع بالكفاف وكل شيء إن قنعت كافي. يا آية قد نزلت في طه كفى بها زجرا لمن تلاها، ولا تمدن يقول الباري عينيك فافهم سرها يا قاري. أنت الذي خطبت يا خليلي إذا عقلت حكمة الجليل. نحن بخير ما دمتم بخير، وما دام صاحبنا طالب عن الجادة وعن القيم الصحيح. صحيح. أين صاحبنا؟ لقد فقدناه فترة طويلة، أتعرفون أين هو؟ الوحيد الذي يعرف مكانه هو هذا، فأين هو؟ ألا تعلمون أين هو ذهب؟ يا ويلكم ويا سواد ليلكم لو عرفتم أين ذهب. أين هو؟ لقد عرفتنا. لقد ذهب إلى المدعي العام ليشتكي عليكم، وأنتم هنا باركين مثل الوش. ليشتكي علينا؟ وماذا فعلنا نحن في الشيء؟ لم نفعل شيئا. أنا ما أصبت شيء. هؤلاء هم المجرمون. يا حارس هيا أقبض عليهم، هيا أقبض عليهم. ماذا فعلنا نحن؟ لقد رفع عليكم بعض الأشخاص شكوى للمدعي العام على أنكم ضربتموه. هذا كذب وافتراء. لاستطاع المجتمع ان يتخلص من المحن
الشيخ وتنقذني من هذه التهم التي تقال علي. هناك بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإني أحيي هذه الوجوه الطيبة التي ما اجتمعت إلا لله وفي الله وفي سبيل الله، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحييها الله عز وجل يوم القيامة تحيتهم يوم يلقونه سلام. فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. وكما سمعتم في هذه المحاورة الشيقة الماتعة ما بين أمرين، بين الفراغ وبين تضييعي، وأقول في كلمات وجيزة: لا يوجد فراغ، وإنما يصنع الفراغ هو الذي لا هدف له في الحياة. الإنسان الذي لا هدف له في الحياة هو الذي يصنع الفراغ في حياته. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجه الناس فقال لهم: اغتنم خمسا قبل خمس، فراغك قبل شغلك. لأن الأشغال إن تركتها يوما بعد يوم فإنها ستتراكم عليك، ويأتي يوم من الأيام تتمنى أن ترجع إلى الوراء وتعود إلى الزمان الغابر والسالف حتى تقضي فيه شيء من حياتك. النبي صلى الله عليه وسلم وجهنا، بل الله سبحانه وتعالى أخبرنا في كتابه أنه لا بد من إنذار البشرية، لا بد من إنذار الناس أن يستغلوا أوقاتهم حتى لا يأتي يوم يقال لهم أنت السبب في هذه الغفلة. وأنذر الناس يوم يأتيهم وأنذر الناس في يوم الغفلة، يوم الحسرة، الذين يتحسرون على أوقاتهم، يتحسرون على ما ضيعوه من حياتهم وأعمارهم. أيها الإخوة، التهم كانت قليلة، ولكن إذا لاحظنا حياة الناس نجد أن هذه التهمة واقعة في أغلب الناس. فكم من شاب يجلس أمام المقاهي الساعات الطوال، ساعة بعد ساعة، لا لأجل شيء بل لأجل أكل يعني رغيفا من خبز، أو يجلس لأجل احتساء شاي في مدة ساعة كاملة. هذا الوقت الله سبحانه وتعالى سيحاسبه عليه. التهمة هذه الثانية: كثير من الشباب والشابات لا هم له إلا أن يراسل، قد يراسل من بجانبه في الشقة الثانية أو في الغرفة الثانية. وانظروا إلى هؤلاء الذين يضيعون أوقاتهم. منهم من يرسل وذلك ينتظر، فإذا فرغ هذا من رسالته وتلقى هذا، الثاني ينتظر لا يشغل وقته. ولذلك أقول لكم نصيحة أيها الإخوان: ساعة واحدة كافية بأن تقذف صاحبها في النار. وذلك عندما أعطيكم اليوم هذا الجدول: 10 ساعات من 24 ساعة، 10 ساعات لأجل النوم، ليس 8 كما يدعون أو يزعمون وهو كثير وكثير، ليس 6 ساعات وهو كثير في حق النوم، 10 ساعات. وأعطيك 5 ساعات لأجل الصلاة، إن كان حقا هذا يصلي ساعة واحدة لكل صلاة، فهذه 15 ساعة. ونعطيك 3 ساعات لأجل الطعام، فهذه 18 ساعة، بقيت 6 ساعات. وأعطيك 2 ساعات لأجل تفريغ ما أكلت، يعني دورة المياه، فهذه 20 ساعة، بقيت 4 ساعات. 2 ساعات للجلوس مع الأهل والعيال، وساعة واحدة
لأجل ترويح النفس، وبقيت ساعة كفيلة بأن يحاسبه الله بدقة عن ماذا فعل وماذا قدم. ولاحظوا إن كانت ساعة في اليوم فسبع ساعات في الأسبوع وثلاثون ساعة في الشهر، يعني يوم وست ساعات لا يفعل شيئا أبدا. أين سيكون هذا؟ ماذا سيقول لله عز وجل؟ ماذا سيقول يوم القيامة عن ما سوف أو ضيع من أوقاته؟ كثير من الإخوان، كثير من الأخوات لا يشعرون بهذا الوقت الذي ضيعوه، والله سوف يقفون في محكمة عادلة لا تميل إلا إلى الحق فقط. فالله سبحانه وتعالى أخبرنا بذلك: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. والله سبحانه وتعالى بعد ذلك يقول عن هذه: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، ولا نكلف نفسا إلا وسعها، ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. أي دقيقة فوتها، ضيعتها، ما كانت في صالحك. شباب يجلسون لأجل الورق، شابات يجلسون لأجل التفكه، واعلموا أن هذا الأمر هو عقوبة سنعلمها بعد ذلك بإذن الله. بارك الله فيكم. نعود لإكمال هذه الجلسة، لا تناموا. أيها الحارس، اجلب المتهم رفيق السوء. رفيق السوء، اخرج. نعم، اخرج، اخرج. إن شاء الله. خليني حتى أخرج عمر. قف هنا، أنت في محكمة وليس في مهزلة. نعم. أيها الحاضرون، أتعلمون أن هذا المتهم ومن أهم الركائز والمسببات الرئيسة التي انحطت في الشباب والتي مالت بهم ميلا شديدا من طريق الاستقامة إلى طريق الانحراف؟ بل تكمل أيها الإبداع الآن. لا يا هم القاضي، هؤلاء يلقون ذهبا على لقب عنها، فأنا بريء كبراءة الطفل. يا حضرة القاضي، لماذا يلقون علي هذا التهم وهو أنا ماذا بي فهم يصاحبوني؟ هذا ما في عقل عشان يصاحب واحد مثلي؟ أصبر، هذا العدوى يطبع على الصحف القضاء. أصبر ولا تتكلم بأي كلمة. لو فيك عيال بعد إجراءات تتكلم كأنك تصنع عن غلط. عماسة أنت نفسك. لماذا الشباب غير مهتمين بالدراسة؟ لماذا ضاعت أخلاق الشباب؟ لماذا ضاعت سمعة الشباب؟ لماذا المجتمع متشائم منك ومن أمثالك؟ والله إني لا أعجب منك ومن هذه الجنة التي تمتلكها يا مجرم. يا حضرة القاضي، يا حضرة القاضي، يا حضرة القاضي، إن هذه تهم تجار علي، وهذا ظلم، هذا افتراء. ألا لو أنجب هذا أنا لن أسمح به أبدا. أرجوك، أرجوك أيها الشيخ أن تنقذني من هذا الأمر، أرجوك من هذه التهم التي تجار علي. اصبر يا أبي شيخ، اصبر. اسكت اسكت. بسم الله الرحمن الرحيم. هي جريمة أخرى بين الفينة والأخرى يتساقط الشباب، بل تنتكس كثير من الشابات بسبب رفقاء السوء. واعلموا أيها الإخوان أن الشمس تأبى أن ينظر إليها الصغير، الشمس لا يستطيع أحد
أن يكف ضوءها. فالله سبحانه وتعالى يخبرنا عن أمر عظيم، وهو أن الذي لا يوجد عنده نور فإن الشياطين تصاحبه وتحاول أن تضيع وقته. كم مرة سمعتم عن صحابي طرق باب النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، إني جئت إليك لأجل القهوة. يا رسول الله، إني جئت اليوم لأجل أن نسولف. يا رسول الله، إننا جئنا سويا لأجل أن نقضي وقتا معك في الحديث عن الأمم الماضية أو عن فلان وعلان. الله سبحانه وتعالى يخبرنا خبرا جازما: وإذا قرأت وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده، في القرآن وحده، ولوا على أدبارهم نفورا. الإنسان الصالح بنفسه يبعد الله عنه رفقاء السوء. رفقاء السوء الله سبحانه وتعالى يبعد عنه الإنسان الصالح، الله عز وجل يبعد عنه رفيق السوء، لأن رفيق السوء لا يقوى أن يجلس مع صاحب النور. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا شياطين الإنس وشياطين الجن، لا يقاومون ولا يستطيعون أن يجلسوا مع هذا الذي يصحب النور. وانظروا إلى المثال الذي ذكره الله عز وجل. جعل الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم سراجا منيرا: يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. تعرفون لماذا هو سراج منير؟ لأن السراج المنير الشمس، وجعلنا سراجا وهاجا، لا يستطيع الإنسان في وضح النهار أن ينظر إليها، وشياطين الإنس لا يستطيعون أن ينظروا إلى صاحب النور. أي إنسان ينبثق منه النور، حياته لا تضيع، لا تسويف، لا بهرجة، لا زخرف، وإنما ينظم وقته ويسعى لإصلاح نفسه وإصلاح أمته وإصلاح المجتمع، الله سبحانه وتعالى يبعد عنه رفيق السوء. رفيق السوء الذي يخبرنا عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي لا بد أن تحظى منه شيئا أو أن تنال منه أذن على أقل تقدير. على أقل تقدير هو يشوه سمعتك، يشوه منزلتك. على أقل تقدير هو سبب لانحطاطك ولو بعد حين. يعني يمكن الإنسان يصاحب بعض الناس ويقول: أنا ما أتأثر معهم. لابد أن تعلم أن وقتا من الأوقات ستنال جزاء هذه الصحبة، وذلك إما بأن الله سبحانه وتعالى يرسل لأبنائك وأولادك من يكون كمثل ذلكم الصاحب الرفيق. قبل أيام يخبرني أحد الإخوان أنه تاب من معصية وعاهد الله سبحانه وتعالى أنه لا يرجع إليها، وكان من الدعاة أو الصالحين ومن الذين يرتادون بيوت الله عز وجل، ومع عزمه الشديد إلا أن رفيق السوء أرداه إلى وحل المعاصي. ولا تنسى أن الله عز وجل جعله وعدا جازما: وقيضنا لهم قرناء. تقييد الله له بسبب ابتعاده عن نور الله، عن ذكر الله. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وقد يكون الشيطان شيطانا إنسيا يحبب له زخرف الحياة الدنيا،
شيطانا إنسيا يصاحبه ويكون معه دائما يضله ويبين له أن الطريق الذي أنت عليه صواب. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، حتى يظن الظان بأنه هو على صواب، أنه على الطريق المستقيم. كم من شاب يرى الخطأ خطأ ويرى المنكر منكرا ويرى الباطل باطلا ويرى رأيه غير صواب ويرى طريقه معوجا، إلا أن رفيق السوء وصاحب السوء يزين له كتزيين الشيطان للإنسان. انظروا إلى إبليس كيف حاول أن يزين لآدم عليه السلام: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين، وهل يمكن للطين أن يكون ملكا؟ ومن قال لك أنك لن تكون خالدا؟ هل وعدك ربك؟ إلا أنه من وسائل إبليس ومن وسائل الشيطان للإغواء الإنسان التزيين، وهي من أعظم الوسائل. انظروا حتى إلى المروجين أهل الباطل أهل الفساد، حتى يروجوا للسلعة الفاسدة الكاسدة يروجونها بالتزيين. يعني يمكن لسلعة فيها غش وزيف يجعلون لها بعض الزينة فيتحبب لها الإنسان وينجر إليها الغافل، لأنه ما عنده بعد نظر، لا ينظر إلى عواقب الأمور فينجر إلى سيئها، وبسبب مقارنته لرفيق السوء صاحبه الذي في الغرفة، الذي في الشقة، الذي يذهب معه ويركب معه، لعله بركوبه مرة واحدة أو مرتين أو كل يوم يأخذه إلى الجامعة لأنه ما يملك سيارة، وكانت تلك مصيبة له. واعلم أن رفيق السوء لا يسخره الله إلا لمن ارتكب التهمة الأولى الذي يضيع وقته، فمن العقوبة أن يجعل الله له رفيق سوء مثله. رفيق السوء مثل هذا الإنسان الذي يضيع الوقت. جريمتان نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، وجريمتان ضاع بهما كثير من الناس. ولا تصدقوا أن الإنسان يجر بقوة إلى رفيق السوء إذا كان عنده إرادة وعنده إخلاص وعزيمة ويعلم الهدف الذي رسمه له رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لا يحيد عن الطريق، فإن الله سبحانه وتعالى يبعد عنه رفقاء السوء. وكل واحد الذي يعلم السياقة والذي لا يعلم من الرجال ومن النساء، إذا ركبتم في السيارة فانحرفت السيارة عن الطريق، انحرفت، الكل يعلم أن السائق ليس في طريقه. ونصيحة: كل واحد منا يعلم أن رفيقه هل هو رفيق سوء أو لا، إلا من أبى. بارك الله فيكم. هيا هذا الزنزانة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اصمت ولا تتحدث. إن المتهم القادم هو التسويف. اطلبوا أيها الحارس. سويف اخرج. إن هذا المتهم الذي ترونه أمامكم لهو سبب رئيسي في ضياع كثير من الأعمال وضياع دراسة الشباب، تأجيل امتحان وتأجيل تسليم الواجبات وتأجيل وتأجيل وتمرر الورقة، تأجيل تأجيل، ويوقع الشباب ما قصري. أليس
بابا. يا حضرة الفاضل، أنا أطالب باسم المجتمع بأن يبتل هذا المجرم بترا نهائيا، لأنه جعل كثيرا من الناس لا يعملون أعمالهم في وقتها، وبهذا تسبب في تعطيل كثير من الأعمال. نعم، بأن يبتل بترا نهائيا ويستعصف من على وجه الأرض. اسمح لنا منك هذه المرة. إني أشتغل منك. إنك تتهم ويبتهم أن لم يفعلها، بل هم يفعلونها، وهم سبب وجودنا في هذا المجتمع وهذه الدولة وهذه الأمة. أخرس! ماذا؟ يا حضرة القاضي، إنني لم أفعل شيئا، وإنكم تعرفون ذلك، وإني أستجير بشيخنا الفاضل ليخلصنا من هذه المحنة. فتفضل يا شيخنا. عبد الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم. وهي تلحق بصاحبتيها جريمة أخرى ما زلنا نرى أثرها في المجتمع بين الشباب والفتيات، بين الرجال والنساء، بين الصغار والكبار، ولا يفعلها الصغار إلا بعدما رأوا الكبار يفعلونها، تسويف، تأخير. وهذه القضية التي يعاني منها المجتمع المسلم الذي ضبطه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذي حظه وقال له اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل مرضك، وشغلك وفراغك قبل شغلك. فهذه الأعمال التي يؤخرها كثير من الشباب، كثير من الناس هم يقضون أو يجنون أو يفعلون بهذا الفعل المتردي عدة أمور. أولا، المجتمع ينتكس ويتأخر ويتقهقر ويرجع إلى الوراء بسبب ما يفعله هؤلاء المتواكلون، يتوكلون على غيرهم. وليس هذا الأمر خاص بالطلاب أو بالمثقفين أو بالتربويين، بل الذين هم فوق ذلك إلى أولئك المصلحين، إلى أولئك المصلحين الذين تشرئب إليهم الأعناق وترمقهم العيون، أناس ينبغي لهم أن يقوموا بدورهم في المجتمع، أن يظهروا ما جعلهم الله سبحانه وتعالى هم سيسة ذلك الأمر، أي الذين يسيسون ذلك الأمر إلى أولئك المصلحين، إلى الشباب الذين أمرهم الله، وإلى الفتيات التي أمرهن الله سبحانه وتعالى بإصلاح المجتمع. إصلاح، إصلاح تلو إصلاح، إن لم نقم بهذا الإصلاح وأخرناه أيها الإخوة، الأجيال القادمة سوف تدعو على هذا الجيل، تدعو عليه كيف كرس هذه الأعمال وتناسوا هذه الأفعال ولم يقوموا بدورهم، حتى صار الباطل صوابا، وحتى صار المنكر معروفا. يعني الناس الذين يأتون من بعدنا، الأجيال القادمة ستستغرب، لماذا سكت الأولون؟ لماذا سكت الشباب؟ درس من درس ولم يتكلموا ولم يغيروا، لماذا هذا التسويف في كل شيء؟ في دراستي، في فعلي، في إنجاز أعمالي، في لأجل أمتي. الأمة تنتظر، تنتظر في كل شيء، في كل مجال. والذي لا يسعى لإصلاح مجتمعه فهو خنجر مسموم يزيد من الطعنات على ظهر هذه الأمة.
أي شاب يسوف في دراسته، لأننا نحتاج إلى الأطباء، إلى الاقتصاديين، إلى المدرسين التربويين الناضجين الذين يفهمون، إلى المقننين الذين ما زلنا نرجو أن تفصح لنا الأيام بقدرة الله سبحانه وتعالى وبمشيئة المولى سبحانه وتعالى، يظهرون في مجتمعنا ليقننوا ما أمر الله وليعيدوا البسمة في شفاه كثير من الناس. لا يكون ذلك إلا بالسعي الجاد وعدم التأخير وعدم التسويف، وأي إنسان يؤخر فلا بد أنه سيقف أمام المحكمة العادلة وقفة لا يستطيع ولو ألقى معاذيره. لو أراد أن يلقي معاذيره لن يستطيع، لأن الله سبحانه وتعالى سيختم على أفواههم. المتهم الثاني، لقد عرف نفسه، هل أخبركم عنه أم أدعو الدعاء الآن يشرح الوضع الذي آلت عليه؟ تعال يا من هذا المطر، هذا أخطره، هذا طاغية، ما تعلمون من هذا؟ هذا كثير التهاب، أضع حق الله وأضع حق العبادة وحق الاستقامة مما سبب في ترك الشباب المسلم للصلاة، فتراه تارة نائما عن الصلاة، وتراه تارة جالسا على أداء العبادة، جالسا على أداء العبادة، إما دقا للسوالف وإما جالسا لاعبا أمام شاشة الحاسب الآلي. وكم صلاة ليش مش تحت تصلي ومش فوق أقل صلاة، بس بدرك بعوض، بس بدرك بعوض، لا 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 أربع، ورا تصلي ورا تصلي ورا تقول ورا تقول يا حضرة القاضي، إن الأمر قد تعدى إلى حق من حقوق الله، وهذا لن نستهين به أبدا. كسر عودي وشاب شعري، كل هذه الاتهامات، كل هذه الاتهامات الباطلة وأسقط؟ لا، أقول سامحكم الله وأستجير بالشيخ لينقذني ويبحث عن منفذ لي عن هذه الاتهام. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. تهم وليست بتهم بل حقائق ووقائع، وهو ما تؤكده الأيام. إنسان دائما إذا أردت أن تعرفه وأن تنظر إليه فانظر إلى الصف الأخير ستجده هناك. إنسان إذا أردت أن تعرف مكانه فانظر إلى المستدركين فإنك ستجده حتما هناك. إنسان يمر عليه الأسبوع أو الأشهر وهو لا يقوم قيام الليل، حرمان بعد حرمان. إنسان يفتر لسانه عن ذكر الله ساعات، أيام، أسابيع، أشهر، واللسان عجماء عن ذكر الله سبحانه وتعالى. إنسان يمر عليه اليوم أو يومان أو ثلاثة ونسي أن يقرأ الدستور والقانون الإلهي القرآن الكريم. يمر عليه يوم ولا يقرأ كتاب الله، لا يقرأ كتاب الشفاء، فماذا ترجون يوم القيامة؟ إنسان يتهاون في كثير من المسائل، حتى في صغائر الذنوب يرتكبها ولا يعبه بذلك، سادرا هواه، مغمضا عينيه، ولا يلتفت إلى أمر الله سبحانه وتعالى. وهذه الصغائر
تجره حتما إلى الوقوع في كبيرة من كبائر الذنوب، تهاون بعد تهاون، استدراك، عدم قيام ليل، نسيان لتلاوة كتاب الله، يوما من الأيام لا بد أنه لا يغض بصره عندما يرى النساء. شابة نسيت كتاب الله يوما بعد يوم، لا تذكر ربها بلسانها ساعة بعد ساعة، لا تقوم قيام الليل، لا بد وحتما أنها لا تغض بصرها إذا رأت الرجال. ولذلك هذا التهاون ولو كانت في الصغائر لا بد أن تقذف صاحبها إلى كبيرة من كبائر الذنوب، وهو حرمان من الله سبحانه وتعالى. واعلموا أيها الإخوان أن الكسالى في القرآن الكريم هم أهل النفاق، وأهل النفاق مستحيل أن يدخلوا جنة رب العالمين. وكلنا يعلم أن الكسول لا يحبه الله، أن الذي يتكاسل في العبادة، أن الكسالى لا يرضى بهم المولى سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول أولئك يسارعون في الخيرات، ولم يذكر المؤمن أبدا في القرآن الكريم. لاحظوا، فتشوا، اقرأوا رجالا ونساء، اقرأوا القرآن من أوله إلى آخره، لن تجدوا وصفا للمؤمن أنه يسارع إلى الخير أبدا. ركزوا، المؤمن لم يصفه الله عز وجل ولا الصالح أنه يسارع إلى الخير، بل دائما يسارع في الخير، والذي يسارع في الخير لا يخرج منه حتى يعود إليه. أولئك يسارعون في الخيرات، هم دائما في محوط الخيرات. إنسان يسارع إلى الخير كان خارجا عن الخير فأراد أن يعود إليه، أما المؤمن الصالح هو أصلا دائما في دائرة الخيرات. أولئك يسارعون في الخيرات فقط، إذا أراد أن يسرع هو داخل الخير، أعماله دائما في الخيرات. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويسارعون في وليس إلى، ويسارعون في الخيرات، وأولئك من الصالحين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. يعني الإنسان الصالح تجده دائما في الخير ويسارع فيه، والمتثاقل والكسول حتى يدخل في دائرة الخيرات لا بد أن يبرر وأن يسوغ وأن يتوب. وسارعوا إلى مغفرة أولا، سابقوا إلى مغفرة أولا، لا بد من تسويق، لا بد من توبة، لا بد من رجوع، لا بد من طلب الاستغفار من الله. يعني الذي يسارع إلى، لا بد أولا يسارع إلى المغفرة. أما المؤمنون يسارعون في الخير لأنهم لم يخرجوا منه حتى يعودوا إليه. فالمتثاقل، المتهاون، الذي دائما يستدرك، التي تنام حتى تطلع الشمس، قيض الله له شيطانا. اليوم في الصباح يقول لي أحد الإخوان، يقول قمت قبل الأذان بساعة، ثم جاءت الوساوس نام خمس دقائق، يقول فنمت. يخبرني الأخ، يقول فرأيت وأنا نائم، رأيت شيطانا بجانبي، صورة شيطان، يقول أنا تصورته أن شيطان هذا، فكان يقهقه ويضحك. يقول فقمت وإذا بالصلاة، صلاة الجماعة قد فاتت. والله سبحانه وتعالى يجعل هكذا للذين يتهاونون. اعلم أن يقظتك في الليل هي حكمة إلهية
ليرى الله هل تحبه أم تحب النوم. يعني تقلبك في الليل واستيقاظك في الليل هو تنبيه من الله، أنت من الذين يحبون ربهم فيصفون أقدامهم لله، أم أنت من الذين يحبون النوم والكسل والهجوع. اعلم أن انقطاع النوم في الليل هو تنبيه من الله ليرى عبده هل يرغب ما عند الله أم يرغب ما يرغب في النوم. انظروا إلى كثير من الإخوان الذين يتهاونون في عباداتهم، في صلواتهم، في أذكارهم، لسانه لم يكن رطبا، دائما هو جاف، دائما جاف، دائما هو يابس عن ذكر الله سبحانه وتعالى. هؤلاء يختم الله لهم بخاتمة سوء عند الموت، أو عندما يشيخ الإنسان أو يكبر، عندما يتقدم في العمر تجد أنه يسب أكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. الإنسان الذي لا يكثر من ذكر الله، لا يستغل أوقاته، لا يستغل حياته، لا يستغل الفرص التي يجعلها الله له في ذكر الله، في عبادة الله، لا ينتهز الأوقات التي الله عز وجل يسخرها له، لا ينتهزها، هذا إنسان محروم. إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن العاصفات لها سكون. إذا جاء وقت تسعى للخير وللصلاح وللطاعة إياك والتهاون، لأن هذا التهاون يجرك إلى تهاون آخر أشد من السابق. يتهاون الإنسان في طاعة الله في شيء بسيط، في شيء قليل، هو ينظر إليه أنه شيء عادي. قراءة القرآن اليوم أقرأ، غدا مشغول، بعد غد معزوم، بعد غد عندي دراسة مذاكرة، هذه تجره إلى ويلات وإلى وقوع في تهاون عظيم في طاعة الله سبحانه وتعالى. كما لاحظتم أيها الإخوان هذه المصائب التي إن أردنا أن نرتقي ونقول إنها عظائم في المجتمع موجودة وهي حقائق. أيها الإخوة كل واحد يستطيع أن يحكم وأن ينظر بعين البصيرة، والله سبحانه وتعالى أعطانا العقول، ميزنا بالنهى، ميزنا الله سبحانه وتعالى عن غيرنا بأن نفكر، فكروا، انظروا، راجعوا أنفسكم. كل واحد ينظر إلى نفسه، إلى أعماله، إلى تصرفاته، كم وقت، كم فترة، كم لحظة من حياته ضيعها ولم يشتغل فيها في طاعة الله، وهل أنت محاسب عن ذلك من الوقت أم لا؟ اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، بنفسك اقرأ. لن يأتي مدعيا، لن يأتي مدعي، ولن يأتي محام، ولن يأتي من يدافع عنك، أنت تقضي على نفسك. ولذلك الإخوان جعلوا مفاجأة لكم، من القاضي الذي كان ينادي به الإخوان؟ من الحاكم الذي سيحكم على هذه القضايا التي هي شائكة في الحقيقة؟ لا بد أن ندرسها، لا بد أن نعقد مؤتمرات، لا بد أن نعقد ندوات. يعني كم ندوة يحتضنوها الكبار من المسؤولين تسمى التسويف، كم مؤتمر يرأسه الكبار من المسؤولين بعنوان التهاون في العبادة، مع أنه أعظم من مشكلة مرضية أو صحية قد تكون مدسوسة للناس وتضمحل وتذهب ولا خبر لها بعد مرور عامين. انظروا إلى هذا القاضي، فالقاضي قد وضعوه في كراسيكم وهو تحت الكرسي، هناك ملزق ورقة
كتبوا فيها القاضي. كل واحد من الإخوة الجالسين من الذكور ومن الإناث تحت كرسيه يوجد القاضي ورقة ملصقة. في الحديد. أشوف بعض الإخوان وجدها. كثير. بارك الله فيك. إذن نسمع أحد الحضور من هو القاضي. تفضل. تفضل الأخ. وأنت هناك. تفضل. أنت القاضي. كل واحد بضميره يحكم. ضميرك الذي بين جنبيك. كل واحد يعلم هذه حقائق يا إخوان. كل إنسان يعلم هذه الحقيقة. ولكن الشيطان هو الذي يوسوس ويزين سوء الأعمال. انظر إلى عملك، راجع حساباتك، حافظ على نفسك قبل فوات الأوان. فالأيام قليلة، والزمن الذي تقضيه في هذه الحياة لا يساوي شيئا أمام زمن الخلود والسرمد الذي لا ينقطع. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا جميعا التوفيق والسداد، ومن استغلال أوقاتنا ومن انتهاز الفرص ومن الأمور التي ينبغي أن نحض بها ونحض عليها ونحث عليها الشباب. هناك محاضرة إن شاء الله لشيخنا الفاضل شيخ فرحات الجعبيري في هذه الجامعة العريقة بعنوان العقيدة وأثرها على سلوك الطالب الجامعي، غدا الثلاثاء بعد صلاة المغرب في مسجد الجامعة. بارك الله فيكم. خلي الله لا 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 في جلستنا لهذا اليوم، ونسمح للمدعي أن يقول كلمة أخيرة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. على الشيء أيها القاضي، أنا أطالب بأن تطبق أشد العقوبات قسوة على هؤلاء المجرمين. رائع. تأخير تطبيق العقوبة له الأثر السلبي على المجتمع والأمة الإسلامية، فلا بد أن يكون هذا التنفيذ في أقرب وقت ممكن. جزاكم الله خيرا. يردد وانا يلغي وليفا بالصخا كعسنا، من يوم صغره في الغلا مدعنه، يرعى وداده وعلى العدو خافنا، هزرف والف ما يتغير ظنه، النار بعد وفي وصاله ينه، عهد وصفاء من خاطره معطنه، وبلا ثمن مال الدنا مهدنه، لأن وداده في الحشاء مشجنه، باخص وداده والتغلي فنه، عقضي وروحي يصبحن يتلنى، يتذكرن طيبي ما يلمنى، من أوله تضرب مثايل عنه، نهري مايل والصخا يسقنى، يوم القوافل من بعد يلفنى، يفرح ولا شي في الخواطر هنى، فال الغنيمة من لفانا صنها، بكل ما عنده يفري عنه، كان الليالي والوقت عضنا، بيود طايب ويرح ناسنا، هيب وطيبه ربنا كاسنا، عن عين حساد الولي حامنا، أمة محمد فانبج الصلاة والصوم على من مكتوب الشهادة في يبهته، سلام الله عليكم بإعداد النيوم وبثقل يبه الحبيبة وبعد شيرته، وأشكركم وأشكر الجميع.